بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنبدا مع بعض اكسرسايز سريع على ليسن 1 شابتر 1 يونت 2. في الفيديو ان شاء الله هنتكلم عن شويه اسئله مهمه بخصوص الدرس الاول. احنا كنا شرحنا الدرس الاول، لو ما شفتوش ارجع شوفه تاني، درس مهم جدا. وكنا خدنا السؤال ده قبل كده كاكسرسايز، و تعالوا نفكر فيه مع بعض. بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي the following equation. equation قصده بيها المعادله دي، يعني كلمه equation يعني المعادله الكيميائيه. w ده المفروض ان هو يعني ده يعتبر يعني coefficient، يعني رقم، ماشي. w bcl5 x h2o y bo cl3 z hcl. طيب هو عاوز يعرف قيم الw والx والواي والزد، وجايب لي الاختيار رقم 1، الاختيار رقم 2، الاختيار رقم 3، الاختيار رقم 4 او a b c d. وبيقول لي يا ترى الكوفيشنت هيبقى صح 1 2 2 4 ولا هيكون ازاي؟ مبدئيا احنا ممكن احنا اصلا نوزن المعادله، يعني احنا اساسا ممكن ان احنا نعمل بالانس للايكويشن دي. طب نعمل لها بالانس ازاي؟ احنا دلوقتي عندنا الايه، عندنا الـ المعادله اللي هي بتقول دبليو بي سي ال 5، مش كل القصه دي. فاحنا لو جينا كتبنا هنا بي، سوري ثواني خليكم معايا، احنا لو مسكنا مثلا الاختيار الاول هنقعد بقى هنعمل ايه؟ هنمسك اختيار اختيار ونحط الارقام دي ونشوف. ولكن خلينا نمسك مثلا واحد يكون سهل. مثلا انا لو بصيت على النمبر بي ده، نمبر بي ده الراجل حط لي 2 و2 و2 و2. طب وانا كده استفدت ايه لما انا اخلي الدبليو ب2 والاكس ب2 والواي ب2 والزد ب2؟ ما هو كده انا ما عملتش حاجه. ما ممكن واحد يعمل ديفايد 2 في كله ويطلع نفس النتيجه. يعني انا قصدي ان انت كده ما عملتش حاجه في المعادله. ما هو انت الايكويشن، لو انت عملت الايكويشن كلها تايم 3 هي هي نفس الايكويشن، او تايم 2 هي هي نفس الايكويشن، انت ما عملتش حاجه جديده. يبقى الاختيار اللي هو نمبر بي ده مش معانا اصلا. طيب معانا ايه تاني؟ معانا الاختيار نمبر 1 اللي هو الاي يعني، والسي والدي. هتقعد تجرب بقى، هتحط الاي وتحط السي، ولكن الاجابه الصح هتكون الدي. تعال نشوف الدي ازاي. الاجابه الصح دي، طبعا الاجابه الصح هي دي. ازاي؟ هو في الدي ده بيقول لي ان نفترض ان الدبليو ب1 يعني المعادله تبقى بي سي ال 5 ماشي، بلس و ال اتش ال اكس ب ايه ب1، فبرضه هتبقى اتش 2 او. هنعمل هنا ايه؟ نعمل السهم كده. طيب وبعدين بي هيدينا بقى بي او سي ال 3، وهنشيل بقى الزد، يعني هنشيل الزد دي اللي هي ال دي، ونحط الاي ونحط 2 اتش سي ال. طيب احنا كده كتبنا اهو، خلاص كده احنا كتبنا الايكويشن. تعال نشوف هل وزنها صح ولا لا. انا هنا لو عملت جدول، فاكرين لما كنا بنعمل جدول ونشوف الارقام؟ طيب انا لو عملت جدول، طبعا بس هو الماوس معايا مش متظبط شويه. هنا عندي البي، البي اللي هي الفوسفورس صح، وعندي السي ال، وعندي الاتش، وعندي الاو صح. طيب البي بكام؟ البي ب1. السي ال دي 5، في سي الات تاني لا، يبقى 5. الاتش ب2 والاو ب1. طيب تعال نروح الناحيه الثانيه، البي ب1 صح ولا لا؟ الاو تعال نعد الاو، ادي واحد، لا مفيش، هي واحد بس. طيب السي ال انا عندي هنا 3 سي ال، وخلي بالك ان ال2 دي تبع الاثنين دول، يعني ال2 تبع الاتش وتبع السي ال خلاص. يبقى انا عندي الاتش ب2 صح، وعندي السي ال بكام؟ ب5، لان هنا في 2 خلاص اهم الاثنين سي ال دول، وفي هنا الثلاثه صح ولا لا؟ يبقى كده انا عندي كله الارقام بقت شبه بعض. يبقى انا لما بيجي لي مساله زي دي ببتدي استبعد، لو في حاجه ينفع استبعدها بستبعدها الاول، وابتدي اخمن واحد اقول يمكن ده اللي صح، واروح ابتدي اشوفه، لو صح خلاص، لو غلط اروح اشوف ايه اللي غيره خلاص. دي نوعيه من المسائل. انا في الفيديوهات اللي من النوعيه دي بس بلفت نظرك لنوعيه مسائل. تعال نشوف السؤال ده. صوديوم كربونيت سولت
وقبل ما اكمل بس انا محتاج معلش اقف هنا لحظه. لما انا اجي اقول لك صوديوم كربونات لازم تتعلم ازاي تعمل ال الكومباوند بتاعك. يعني انت لما بتيجي هنا فاكرين الملزمه اللي احنا كنا خدناها او الدرس ده لما احنا جينا شرحناه، كنا خدنا في الليسن اللي هو قبل ده كان في درس اسمه يعني ده ليسن 1 في البريلود ليسن اللي هو قبل ده، كنت انا شرحت فيديو قبل ده، كنت عرفتكم في جدول كده اسماء الايونز ورموزها عشان لما اجي اقول لك كالسيوم كربونيت تبقى او صوديوم كربونيت تبقى عارف ان الصوديوم كربونيت ده رمزه Na2CO3. طب انت عرفت ازاي ان هو Na2CO3 يا مستر؟ ما هو كان موجود الصوديوم ده كان رمزه Na وكان الكربونيت ده رمزه CO3 وكان CO3 وكان -2 يعني لما انا اجي احطه جنب حد بنزل ال2 هنا. يعني مثلا الصوديوم كربونيت ده Na صوديوم خلاص والكربونيت CO3 بس ال Na ده +1 يعني ماشي وال CO3 ده -2. فلما انا كنت بنزل ال2 هنا وال1 هنا فكنا ايه ال1 طبعا مش هينزل هيبقى Na وانزل ال2 وال CO3 مفيش قدامها حاجه يعني زي ما هي مفيش اقواس ولا بتاع. فده شكل المركب اللي احنا بنتكلم عنه ده بعيد يعني بعيد عن السؤال بس حبيت الفت نظركم. فالدرس البريلود ده اللي هو قبليه ده كان مهم جدا. المهم يعني فبيقول لي هنا ايه ان صوديوم كربونيت سولت رياكت ويز هيدروكلوريك اسيد. هيدروكلوريك اسيد ده فتو حافظه اللي هو HCl تو فورم يعني الصوديوم كربونيت ده بيتفاعل مع الاسيد خلاص بيكون ثلاث حاجات، بيكون الصوديوم كلورايد بيكون الكربون دايوكسيد بيكون الووتر ريسبكتيفلي يعني بالتتابع. What is the correct order of coefficient of these substances؟ ايه الترتيب الصح للسبستنسز دي؟ طيب احنا مفروض ان احنا نكتب المعادله، يعني مفروض ان انت اول خطوه تعملها انك ان حضرتك تروح تعمل لي الايه تعمل لي ال ثواني مفروض ان انت تكتب المعادله. تعال نكتب المعادله مع بعض. هو بيقول لي ان مفروض بقى ان المعادله تكون Na 2 CO3 بلس ال HCl اللي هو الهيدروكلوريك اسيد هيدينا هو بيقول صوديوم كلورايد اللي هو ال NaCl ماشي. لو مش حافظ احفظ الكلام ده مع الكربون دايوكسيد يبقى CO2 مع الووتر اللي هي ال H2O. طيب هو هنا عاوز يبتدي بقى يجرب. طيب انا عندي هنا بقى لما اجي اجرب انا عاوز الكوفيشنت يعني عاوز يبقى ده قبل ايه كام وده قبل ايه كام وكده. انا عشان اجرب الكوفيشنتس دي عندي حاجات صعبه وعندي حاجات سهله، يعني سوري عندي حاجات صعبه قوي ارقام كبيره بص الرقم ده عامل ازاي والرقم ده عامل ازاي وعندي ارقام سهله. تعال نبدا بالسهل الاول. فاهم انا قصدي ايه؟ اصل ده 6 و3 وحاجات عشان تقعد تحسبها هتاخد منك وقت فابدا بالسهل. فاهم انا قصدي ايه؟ ابدا بالحاجات السهله. فهو بيقول لي كوفيشنت يبقى 1 2 2 1 1 فتعال نحط هنا 1 وتعال نحط هنا 2 وتعال نحط هنا 2 معلش بقى الايه الماوس مش بيظبط معايا شويه وهنا 1 وهنا ايه 1 وتعال نحسب هنا. لو انا جيت بصيت انا عندي كام ان ايه؟ عندي 2 وعندي كام سي؟ عندي 1 صح وهنا دي فور 3 ها وعندي كام او؟ الاو عندي ب3 طيب وعندي كام اتش؟ الاتش عندي ب2 لان خلي بالك ال2 دي رايحه على الايه؟ رايحه على الاتش ورايحه على السي ال. طيب وعندي كام سي ال؟ عندي 2. طيب تعال نروح بقى الناحيه الثانيه عندي كام ان ايه؟ عندي 2 صح ولا لا؟ مش احنا بنحسب كده؟ وعندي كام سي ال؟ عندي 2. شكلها دي مظبوطه؟ لا مش شكلها مش مظبوطه. ماشي نكمل. لا صح شكلها مظبوط ما احنا عندنا 2 سي ال هنا. طيب وهنا 1 سي عندنا كام كربون؟ 1 وعندنا كام او؟ عندنا هنا واحده وهنا واحده صح؟ يبقى عندنا هنا الاو بكام؟ ب 3 يعني عندنا هنا 2 او هي وعندنا هنا او يبقى كده 3 وعندنا الاتش بكام؟
2، ما فيش هنا التاني اتشات. لو بصيت لدول ده هتلاقي فعلا ان الاختيار الصح اللي يناسب المعادلة دي هو الاختيار اللي احنا كنا مختارينه فعلا اللي هو دي. طب انا كان ممكن اعمل ايه؟ كان ممكن اضيع وقت واقعد ابص على الـ A والـ B والـ C واروح اوصل للـ D في الاخر. لا، انت لما يكون قدامك اختيارات شوف شوف بعينيك كده السهل وروح جربه الاول، ابتدي خش على الاصعب شوية. يعني الاصعب شوية مثلا هو ده، لو ما كانش دي صح كنا نخش على ده وبعدين اخش على ده وبعدين اخش على ده، فاهم؟ طيب، اسئلة كلها مهمة. بص بقى على السؤال ده، السؤال ده من الاسئلة الذكية شوية. هنا هو بيقول لي ايه؟ The element x reacts with element b in the illustrated manner في الشكل اللي قدامك دوت which is the following equation represents. ايه الشكل ده او the following equation represents this. انا عندي معادله جايبه لي قبل السهم وبعد السهم، احنا عارفين ان قبل الارو ده بيبقى الرياكتنت وبعد السهم ده بيبقى البرودكت، خلاص. طيب انا عندي هنا اللي قبل السهم ده في ايه؟ في كور بيضه، خلاص، وفي كور حمراء، وبعدين كونوا لي مركب انا مش عارف. طيب بيقول لي ان الاكس هو اللون الاحمر وان الواي هو اللون الابيض، او يعني الاورنج او الاحمر ده هو الاي الاكس. يا ترى المعادله الصح ايه؟ المعادله الصح بص كده معايا، اولا ده الرياكتنت اللي هو قبل السهم، الحاجات اللي قبل السهم دي كلها الرياكتنت، خلاص. مفروض ان انت لو هتختار الاجابه الصح مفروض ان انت يكون عندك 3 اكس، مش عندك دي واحده اكس اهي ودي واحده اكس ودي واحده اكس. فلازم انا اروح لما اجي ابص على الاختيارات لازم اختار الحاجه اللي فيها 3 اكس. ما هو الاكس ده، ثواني انا جاوبتها بس معلش مش مشكله، انت 3 اكس ده الرياكتنت، الرياكتنت داخل فيه 3 اكس، فالاختيار ده ممكن يكون صح وده ممكن يكون صح وده ممكن يكون صح، انما ده استحاله يكون صح. طب ليه؟ لان انت داخل بواحده اكس، انا مش داخل بواحده اكس، انا داخل بواحد ب 3 اكس، فالاختيار ده كده غلط. فهمت انا حليت ازاي؟ طب فاضل لي كده 3، اخد بقى اختار من الثلاثه دول. عندي 3 اكس بلس 8 واي، طب انا عندي كام واي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، فالاختيار ده صح والاختيار ده صح والاختيار ده غلط، كده انا استبعدت ايه؟ 2. فاهم انا بوريك لما تفكر تفكر ازاي؟ يبقى الاختيار ده غلط والاختيار ده غلط، فاضل لي ده الدي وفاضل لي الايه؟ الاي. طيب مفروض ان الاختيار بتاعي يكون طالع فيه 2 واي، مفروض يكون خارج لي 2 واي. اهو الاختيار ده خارج في 2 واي، انما ده مش خارج في 2 واي، يبقى الاجابه الصح مين؟ الاجابه الصح هي دي. انا جاوبتها بطريقه ليها علاقه بالارقام. في واحد تاني يقول لك لا انا هدور على اللي فيه المركب ده، المركب ده اسمه 1 اكس واخد بالك 2 واي، يعني هو اسمه اكس واي 2 زي ده كده اكس واي ايه 2، ما هو واحده اكس واتنين واي، وعددهم كام؟ وعددهم 3. فلو بصيت هنا هتلاقي 3 اكس واي 2، يعني اكس واي 2 في 3 وحدات، 3 دي يعني عددهم 3، اكس اللي هي الاو، واي 2 اللي هي قاعد مع الاكس دي 2 واي. فهمت كده؟ السؤال ده جميل جدا جدا يعني، وبيجي في امتحانات يعني. ناخد سؤال تاني. السؤال بيقول وات ار ذا ايونز which are not written in the net ionic equation. كلمة net ionic equation، net ionic equation مقصود بها المعادلة النهائية، وأنا هفكركم بالحكاية دي. فاكرين لما كنا بنتكلم على الايونيك equation وقلنا إن أنا ممكن أجي أمسك معادلة زي مثلا معادلة الأستيك أسيد دي وأقعد أكتب الـ A أو الـ، بص الأسيتالدهايد ده وده اسمه أسيتالدهايد، الاسيتالدهايد ده اللي هو CH3CHO مع الO2 لما عملناها ادانا CO2 مع H2O، كنا شرحنا احنا الكلام ده. كنا قلنا ايه؟ ان المعادله دي لما انا كنت بس ماشي، ممكن نشتغل على المعادله دي. لا مش عاوز المعادله دي، انا عاوز ايونيك ايكويشن. هي دي ليها شرح برضو بس انا هشرحه في الليسون اللي جاي، بس انا عاوز الايونيك. بص لما كنا شرحنا المعادله بتاعت النيوتراليزيشن رياكشن دي مثلا اهي، ايوه
دي تمام. بص دي معادلة نيوتراليزيشن رياكشن. فين انت فين انت فين يا نيوتراليزيشن؟ اهي اللي هي ال HCl اللي هي HCl بلس NaOH دي اسمها نيوتراليزيشن رياكشن. هو عاوز النت رياكشن. النت رياكشن يعني ايه؟ يعني هتفك لي ال HCl وتفك لي ال NaOH. فاكر كنا بنفك ازاي؟ يعني كنا بنقول H ده ال HCl ده هيتفك ال A ل H اللي هو ال H بوزيتيف مع Cl اهو فكيناهم اهو صح ولا لا؟ وبعدين ال NaOH هيتفك ال Na وال OH وال NaCl هيتفك ال Na وال Cl وال H2O ما بيتفكش لان احنا قلنا احنا بنفك الاكواس بس خلاص. طيب وبعدين بدأنا نشطب قلنا ايه؟ قلنا ان احنا هنمشي ال هنمشي ال Na من هنا وال Na من هنا وهنمشي ال Cl من هنا وهنمشي ال Cl من هنا هيفضل ال H وال OH والناحية التانية هيفضل H2O. يبقى ال H وال OH هما اللي كونوا ال ايه؟ ال H2O. دي كانت اسمها net equation. يعني الشكل اللي قدامك ده اسمه net ionic equation. هو بقى بيقول لما انا اروح لازم ان انا اشرح لكم الحتة دي. يعني ممكن واحد يقول لك يا مستر جاوب السؤال وخلاص. لا احنا بنتناقش بالتفصيل يعني ماشي. و what بيقول لي هنا بقى what is the ionic sorry what are the ions which are not written in the net ionic equation of the reaction potassium hydroxide solution مع الهيدروكلوريك اسيد. هو بيقول لي ايه اللي مش هيتكتب مع البوتاسيوم من البوتاسيوم هيدروكسيد مع الهيدروكلوريك اسيد. انت عارف يعني ايه هيدروكلوريك اسيد؟ يعني HCl. بوتاسيوم هيدروكسيد يعني ايه؟ يعني KOH خلاص. طيب انا لما باجي اكتب النت ايكويشن لاي حاجه اسيد مع بيز يعني ايه اسيد مع بيز؟ ما هو اصلي الهيدروكسيد ده يعتبر بيز خلاص. يعني ايه بيز؟ يعني الكالي. والاسيد ده كده الاسيد صح ولا لا؟ اللي هو ال HCl. فده كده ال KOH خلاص بلس HCl صح ولا لا؟ لما انا افك ده هيتفك ال K بلس طبعا مع OH ماينس صح ولا لا؟ بلس ال H بلس ال H بلس طبعا مع ال Cl ماينس. هيدينا ايه ده كله؟ هيدينا بقى الناحيه الثانيه ال H2O مع KCl خلاص. لما اجي افك ال KCl هيتفك معايا. المهم ده هيطير وال Cl هتطير وال K هتطير هيفضل ال H وال OH. يبقى اللي هيمشي في المعادله دي هيمشي مين؟ هيمشي ال K مع ال Cl. طب عرفت ازاي ان هيمشي ال K مع ال Cl لو انا مش حافظ المعادله؟ لو انا مش حافظ المعادله وعاوز اجاوب، لان اللي هيفضل هو ال H وال OH. لان اللي هي... ما هو اصل دي معادله ما بين اسيد وبيز، واحنا عارفين الاسيد مع البيز دي حاجه اسمها نيوتراليزيشن رياكشن، وان اللي هيفضل ال H وال OH. فاللي هيفضل H و H هتلغي اي حاجه غير ال H واي حاجه غير ال H. فالهيدروكلوريك اسيد ده مين اللي مع ال H؟ اللي مع ال HCl. طب هتمشي ال Cl. طيب وهنا ايه اللي مع الهيدروكسيد؟ ما ال OH ده يعني هيدروكسيد. ايه اللي مع الهيدروكسيد وهيمشي؟ البوتاسيوم. فهيمشي مين؟ هيمشي البوتاسيوم وهيمشي الكلورين. البالانس اوف ذا فولوينج ايكويشن، ده سؤال محتاجين احنا نعمل بالانس للايكويشنز دي، ولكن ده انا هسيبه لكم اكسرسايز ماشي. خد سكرين شوت منه دلوقتي لان هعرض لك الاجابه كمان شويه. يعني انا هعرض لك الاجابه بس انت خد منه سكرين شوت دلوقتي. طيب المفروض انك تكون خدت سكرين شوت منه عشان تجاوبه، وبعد ما تجاوبه دي الاجابه بتاعته ماشي. عاوزك تقعد تتفرج او تقعد تحاول تعمل بالانس. يعني ايه تعمل بالانس؟ يعني تعمل جدول وتشوف ده في كام واحد وده في كام واحد، نقدر نعمل ايه بالظبط، وتقعد تجاوب. واي حد عنده سؤال يقدر يسيبه لي في التعليقات. انا بكون مبسوط جدا بالناس اللي بتكتب لي في التعليقات على الاسئله. يعني انا بشوف الاسئله كلها وبشوف التعليقات بتاعتكم كلها على الفيديو. احنا هنا ناس بنفهم الكيمستري بالتفصيل وناس شاطرين في الكيمستري. اي حد عنده سؤال يقدر يسيبه لي في التعليقات، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية كتير. باي باي.